أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن تقديره للتعاون الكبير الذي أبداه تلفزيون البحرين وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية والفنية مع الجهات ذات العلاقة لنقل القناة الرياضية بتلفزيون البحرين لوقاع مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام منتخب سلطنة عمان ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج التي ستقام الثلاثاء المقبل على الهواء مباشرة. تأتي مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد بنقل المباراة على الهواء مباشرة من ضمن المبادرات التي طرحها سموه لدعم المنتخب الوطني في مهمته بكأس الخليج ووقوف سموه إلى جانب المنتخب في مهمته الوطنية إضافة إلى منح الجماهير البحرينية فرصة إضافية لمتابعة المباراة عبر القناة الرياضية. هذا وستنقل القناة الرياضية المباراة على الهواء مباشرة تفاعلا مع مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وتقديرا من تلفزيون البحرين لدعم مبادرات سموه الرامية إلى دعم المنتخب الوطني.